وناس كلهم خطية شحان، ما عندي راتب، ما عندي فلوس. لماذا الحكومة العراقية ما يدز الرواتب للموظفين الكردستان؟ لأنه حقنا. لماذا يقول إن الشعب العنا وحدة العراقية هي تويز لازم يدز الرواتب إلى موظفين الكردستان؟ لأنه النفط للعراق، لكل الشعب العراقي، وإحنا نطلب الحكومتين، الحكومة الإقليمية الكردستان وحكومة العراقية، أن يبدأون بالمحادثات، بالمحادثة للسلام. والشغل ضعيف، يعني مو بس أنا، إنما العالم كله هنا في إقليم كردستان ماكو شغل. شغل كلش ضعيف، وانه اتمنى يعني ترجع مثل قبل. يعني كنا قبل نشتغل ما ناخذ استراحه، بس هسه لا والله، هسه كل كم يوم استراحه. والله اتمنى انه يحدث توافق بين الاقليم والمركز، بين الاقليم والمركز لفتح المطارات، وهذا منفعه عامه للشعب عام والمواطنين كامله، وكذلك مورد رئيسي للاقليم ولا لهيئه الطيران العراقيه.